خير للجميع. بدي يعني طولت عليكم لأنه هلأ تقريبا مش في 5 دقايق اتخذنا القرار بالشكل التالي، إنه رح أسحب ترشيحي، ما رح أكون على اللائحة مع سيء الذكر، لأنه بعتبر إنه هذا الشيء إنه لمصلحتنا ولمصلحة العالم كلياته، لأنه إنه واحد يترافق مع شخص مثله هو، يتصور هو إياه ويعمل جولات انتخابية هو إياه، وفي هذا العداء الكتير كبير بالشخص وبالمهني وبالسياسة، أنا برأيي هذا بكون شيء كتير عاطل. أكيد أنا لازم تعرفوا إنه أنا عوني وتيار كانت وراح ضل مش بس مثل الأول، حتى أكثر من الأول، وهذا الانسحاب ما بيعني إنه ما رح نضل مع بعضنا. الناس اللي نحن وياهم بلشنا منضل نحن وياهم أصحاب ورفقة، بنتعاطى مع بعضنا مثل ما كنا نتعاطى بكل حرية بكل احترام. هذا شيء كتير مهم وما رح نترك الناس، منضل حد الناس، لأنه نحن أساسا من الناس، ومن واجباتنا نكون حد ناسنا خصوصي بالظروف الصعبة اللي هن فيها.